عبد اللوي القائد يلعب كرة لجمال بلعملي، يلعب كرة طويلة تغطية دفاعية، يخرج الكرة مباشرة بندوبة في غياب لاعبين أساسيين في تشكيلة نادي بارادو في الدفاع، مقدم مصاب أيت عبد السلام معاقب، هناك خطأ يقول ويصفر الحكم المباراة على نعيجي لمصلحة المولودية. تدخل كان واضح بالقدم، المس القدم وليس الكرة. صراع أيضا وفكر تكتيكي موجود اليوم بين باتريس بومال من جهة المولودية وكورنتين مارتينز دا سيلفا من جانب نادي بارادو للمولودية. تحركت الكرة الأرضية تعود، توزيع أرضية داخل منطقة العملية، يا سلام، أول كرة عبد اللوي المدافع الذي وجد نفسه في وضعية مهاجم يحاول، ولكن الكرة جانبية في الوسط. بلامري يربح المساحة، يريد أن يتقدم من جديد ويلعب كرة داخل منطقة العمليات، صعبة وخطيرة ولكن بعيدة. سوكرانا في أول محاولة بعيدة على مرمى الحارس موساوي. دوار موجود يغطي ويخرج الكرة، هذه خاطئة. بالليلي بينية ممتازة، بينية ممتازة، صعبة صعبة، لا 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 لا، ما زالت هناك فرصة لبايزيد، يحاول الحارس مساوي فوق الجميع، يلتقط هذه الكرة في أول محاولة صعبة وكرة ساخنة للمولودية مرت بسلام على دفاع نادي بارادو والحارس مساوي. تحول إلى عملية هجومية من هناك على الجهة اليسرى، يحاول فيها السوكو يلعبها بعيدة مباشرة إلى أين، إلى رامي التماس لمصلحة المولودية. اللقطة هي الأخطر والأصعب والساخنة، ولكن ضاعت كرة كانت خلفية ولم تكن أمامية. دفاع المولودية الآن في في وضعية صعبة، وإخراج الكرة بطريقة جميلة أو رائعة هو النجاح، هذا مهم جدا نفسيا ومعنويا للدفاع. مقطوعة في الوسط من خربوش وسط الدفاع، المرور المحاولة من جانب طاهر يحيى ياسين تيتراوي، هذا حبيبي، مقطوعة من بايزيد، ترجع الكرة الثانية لحميدي، محاولة توغل مقطوعة من دفاع المولودية، ترجع لنادي بارادو، البناء على الجهة اليسرى مع بندومة وكذلك سوكو في العمق، عبد اللوي في المكان المناسب لاستلام الكرة، موسوي في وضعية مدافع يخرج الكرة مباشرة بمبدأ الأمان، ما زالت الكرة في اللعب. زوكرانا حليمية، يحاول زوكرانا يوجد الطريق ولكن خاطئ الكرة لدفاع نادي بارادو. سوء ترويض إلى رمي التماس، مرت الكرة على بولبينا للمولودية من جديد في محاولة على جهة اليمنى، البحث عن التوزيعة العرضية من حليمية، الدفاع الكرة الثانية للمولودية، زوكرانا يحاول الدفاع من جديد، يخرج الكرة لمصلحة المولودية، التدخل وإلى خارج أرضية الميدان، رمي التماس. أخيرا عادت الفريق الذي كان المولودية تقريبا كان الفريق الذي أو الأنصار الذين يحتاجون إلى فريق، نظن بأن الآن المعادلة أصبحت صحيحة لحد الآن بهذه النتائج الإيجابية المسجلة. ملعوبة ملعوبة داخل منطقة العمليات من راس، يا سلام، أول أهداف المباراة، عبد اللوي يفتتح باب التسجيل لمصلحة المولودية في الدقيقة
الصعود والارتقاء، وسنشاهد كيف كانت هذه الكرة الثابتة والتمريرة الحاسمة من بالليل المنفذ يبحث عن رأس المدافع عبداللوي القائد، يمنح الأفضلية والتقدم لأنصار المولودية فوق المدرجات. سنشاهد فرحته، نشاهد الآن الفرحة الكبيرة. ها هي ملعوبة على الرأس، الارتقاء الجيد، ربح الصراع عبداللوي، وبقدم بالليلي القدم الساحرة تقدم مرة أخرى تمريرة حاسمة، وكأن قدم بالليل مضبوطة يا إما على تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة. هو يقدم التمريرة السابعة منذ بداية الموسم، ربح عبداللوي الكرة وربح الصراع. هذا الطاهر يحاول مرور، يحاول مراوغة، مرة صعبة، طاهر يا سلام، لا وجود لخطأ يقول الحكم، يشير إلى استمرار اللاعب. من هناك الكرة على الجهة اليمنى، خرجت من حميدي في الوسط من جانب طاهر حياسي، مبدأ الأفضلية يقول الحكم. بولبينا يوسع كرة داخل منطقة العمليات، بندومي، بندوما يحاول يوسع كرة بالرأس والحارس، رأسية من بولبينا والحارس رمضان في المكان المناسب. الخروج الآن من جانب المولودية، توكي يعتمد على الدفاع على بن خماسة، يرسل كرة أمامية، الصراع مع مرزوقي، ما زالت هناك كرة أخرى، مرزوقي وتوكي، يعود الحكم إلى الخطأ، صافرة والخطأ، وأنصار المولودية سعادة بالنتيجة والنتائج المسجلة، دافعية الاستمرار لتحقيق النتائج موجودة. التدخل على مرزوقي، كرة طويلة، تدخل من بالعمري، كاسيس في هذه الكرة، محاولة المرور من كحيل، بعد ذلك توكي يوصل الكرة لي بالليلي، والمرور الممتاز، سريعة وصعبة، سريعة وخطيرة وصعبة، سريعة وخطيرة وصعبة. ماذا هناك؟ يقول الحكم خطأ لمصلحة هجوم مولودية الجزائر والبطاقة الصفراء. تدخل في اللحظة الأخيرة من بندومة، الحل الوحيد من بندومة هو هذا، ليس أمامه إلا هذا الخطأ وهذا التصرف بخارج القدم من بالليلي. كان هناك اعتراض من بندومة، والخطأ لمصلحة المولودية من حدود 20 متر على مرمى الحارس موسوي. بالليلي يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الزاوية، عن المساحة الشاغرة، عن الفراغات. حديث مع مرزوقي، هل تم الاتفاق والتفاهم على ضرب هذه الكرة وكيف ستلعب وتكون، بالقدم اليسرى أم اليمنى؟ بالليل يا سلام، الحارس موسويا قد مرمى.